واحنا عملنا تقرير كمان عن تاريخ مصر في المونديال. انت عارف كره اليد زي ما قلنا المونديالز كتيره جدا مش زي كره القدم. اعزائي المشاهدين شوفوا التقرير ده عن تاريخ مصر طبعا في المونديال، وارجع لحضراتكم تاني. مصر في مونديال اليد تاريخ طويل من المشاركات الناجحة. يخوض المنتخب الوطني الأول لرجال كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبرتو غارسيا باراندو تحديا صعبا وقويا خلال بطولة العالم رقم 27 والتي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 13 وحتى 31 من يناير المقبل. شارك الفراعنة في البطولة من قبل في 15 مناسبة وحققوا خلال تلك البطولات العديد من الإنجازات، وفي بعض الأحيان ظهرت بعض الانكسارات، ولكن تبقى كرة اليد المصرية العلامة المضيئة في اللعبات الجماعية. ونستعرض مع مشاهدينا تاريخ مصر خلال تلك البطولات والتي كان مستهلها في بطولة العالم في تشيكوسلوفاكيا عام 1964، وحقق منتخبنا الوطني المركز الرابع عشر قبل أن يغيب الفراعنة لتسعة وعشرين عاما قبل العودة في مونديال السويد عام 1993 ويحققون المركز الثاني عشر، ومن حينها لم يغب منتخبنا عن بطولات العالم حتى الآن. وشهدت بطولة العالم بأيسلندا عام 1995 أولى طفرات منتخبنا الوطني بتحقيق المركز السادس، وهو ما حافظ عليه منتخبنا في البطولة التي تليها والتي احتضنتها اليابان عام 1997. ثم استضافت مصر بطولة العالم عام 1999، وكانت أول دولة غير أوروبية تستضيف مونديال اليد، وحقق منتخبنا حينها المركز السابع. ثم كان الإنجاز الأهم بتحقيق منتخبنا المركز الرابع في مونديال فرنسا عام 2001، وأعقبها تراجع كبير في النتائج بعد اعتزال جيل كبير حقق العديد من البطولات ورسم البسمة على وجوه المصريين، ليتراجع منتخبنا للمركز الخامس عشر في نسخة البرتغال عام 2003 قبل أن يحصل على المركز الرابع عشر في بطولة العالم بتونس 2005. ثم سجل منتخبنا الوطني المشاركة الأسوأ له في تاريخه بتحقيقه المركز السابع عشر في بطولة العالم بألمانيا 2007، وحقق منتخبنا المركز الرابع عشر في مونديال كرواتيا 2009، وهو ما حافظ عليه في نسخة السويد 2011 قبل أن نتراجع مركزين لنحقق المركز السادس عشر في مونديال إسبانيا 2013. وحقق المنتخب الوطني المركز الرابع عشر في مونديال قطر عام 2015، ثم المركز الثالث عشر في نسخة فرنسا عام 2017، قبل أن يدخل الفراعنة الثمانية الكبار في النسخة الماضية بمونديال ألمانيا والدنمارك 2019. ويسعى الفراعنة خلال النسخة المقبلة للدخول في المربع الذهبي لمعادلة إنجاز 2001 أو المنافسة بقوة على الكأس الذهبية. أهلا بحضراتكم من جديد كابتن طارق. يمكن حضرتك قلت لي قبل الفاصل أنه سبع لعيبة من الفريق حضرتك انضم الفريق الأول، ويمكن حضرتك قلت الكلام ده وتسجل سنة 2019 وانت في البطولة كنت متوقع ده. دي تدل على رؤية أن حضرتك كنت شايف أن ان 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 ده او اللي احنا فيه ده اكبر دعم للفريق الاول. خلينا نشوفه، يمكن احنا مجهزين المقوله دي، يمكن لو جاهزه يا جماعه يا ريت تشغلوها لنا. قدامنا ده على الاقل منهم 7 8 يكونوا موجودين في كاس العالم 2021 في البطوله. لما تكون البطوله في مصر نقدر باذن الله نوصل بيها لابعد مدى.